بسم الله الرحمن الرحيم، رحب فيكم بالأسبوع الثاني من دورة البرمجة والمحاكاة في الماتلاب. بهذا الأسبوع بإذن الله رح نتعرف على بنى التحكم، رح نتعرف على مقدمة سريعة بالبرمجة الرياضية، التوجه على الرسوميات، الرسم ثنائي البعد والرسم ثلاثي البعد. رح نبلش بهذا الفيديو بشرح الشرطية if. نلاحظ لو توجهت على سطر الأوامر command window وقمت بضغط أو بكتابة held if راح يظهر عندي شرح مبسط سريع للشرطية if. if conditionally execute statement the general form of the if statement is الصيغة العامة لل if statement للشرطية if. if expression statement بحال تحقق الشرط الأول فراح يتم تنفيذ statement التالية مباشرة. حال ما تحقق راح يتم تنفيذ احدى الالس اف المحققه، بحال ما تحقق ولا اي شرط راح يتم تنفيذ الالس الاخيره. بالطبع بالنسبه للشرطيه اف فالشرط اف مع الاكسبريشن والستيتمنت الموضحين اجباري، اي وجودهم بالشرط امر اجباري. اما بالنسبه للالس اف والالف فوجود امر اختياري يعود لحاجة المبرمج لاستخدامه. وطبعا دائما بيتم انهاء الشرطية اف بالاند لانهاء استخدام لاغلاق الشرط. وبيتم عادة استخدام العبارات المنطقية داخل الاكسبريشن واللي هي المساواة الأصغر الأكبر، أصغر أو يساوي، أكبر أو يساوي، أو عدم المساواة، هذول اللي تعرفنا عليهم بالأسبوع الأول. خلونا ناخذ مثال بسيط. راح أقوم بفتح ملف الإديتور، راح أقوم بكتابة برنامج ليحدد لي الرقم اللي عم أدخله للمستخدم، هل هو فردي أم زوجي. كلير لتفريغ الورك سبيس، سي ال سي لحذف كل شيء بسطر الاوامر، اي ايكوال انبوت، انتر فاليو اوف اي. راح اقوم بفحص القيمه المدخله من خلال التابع ريم تقسيم باقي قسمه الاي على 2، هل يساوي الصفر؟ حال كان باقي القسمة يساوي الصفر تحقق الشرط A is positive، عفوا A is even. else نلاحظ إن بإمكاني قم بتنفيذ البرنامج بهي الطريقة. لو قمت بتشغيل البرنامج راح يطلب مني أحفظه، راح قم بحفظه باسم ريم 2، رح يطلب مني إدخال قيمة A فرح أدخل 3. نلاحظ ما رح يظهر أي شيء لأن الرقم فردي. رح أقوم بالتشغيل مجددا، رح أدخل 2 A is even. لو أردت إظهار قيمة فردي أنه فردي إذا أدخلت قيمة ثانية رح أضيف else if rem A على 3 يساوي else إذا ما كان زوجي فهو فردي. نلاحظ أقوم بالتشغيل 2 زوجي، أقوم بالتشغيل مرة ثانية 4 زوجي. هاي الحالة رح ميز ما بين الأرقام الفردية والأرقام الزوجية من خلال عبارة الشرطية أو الشرطية if. رح ناخذ مثال ثاني. بنلاحظ استخدام إشارة بالمية بيرسنت بشكل إذا حطيت 2 ورا بعض مباشرة، وبالتالي رح يتم تقسيم السكريبت لأجزاء. بنلاحظ هذا الجزء الأول وهون هلا عم بكتب الجزء الثاني. كلير CLC A equal نفس الطريقة رح يطلب من المستخدم إدخال قيمة لA if A
أكبر من الصفر راح يعرض A is positive else A else display A is negative. إن بهي الطريقة بنلاحظ راح أقوم بتنفيذ الجزء الثاني من البرنامج من خلال run section. راح يطلب مني قيمة، لو حطيت ناقص 8 A is negative، لو حطيت 4 A is positive. نلاحظ لو حطيت 0 A is negative، اعتبر ال else. أما لو قمت بالتحديد else if A أصغر من الصفر، قمت الآن بالتشغيل حطيت صفر ما راح يظهر عندي أي شيء. من أجل ذلك راح أصغر أو تساوي، نلاحظ صفر A is negative. ولكن أني أحط أصغر أو يساوي مو منطقية، راح أضيف L راح تظهر A is zero. لو قمت بإدخال راح يظهر لي A is zero. بالطبع بإمكاني استخدم العبارة الشرطية if بشكل مضمن أو بشكل ضمني داخل حلقة أو داخل تابع، مثل ما راح نشوف تطبيقات تانية إن شاء الله بالدروس القادمة.